خروقات حوثية متواصلة في الحديدة والمقاومة المشتركة ترحب ببيان الرباعية المتعلق بتنفيذ اتفاق السويد. إفشال محاولات تسلل حوثية عدة في الضالع وتفاقم أوضاع النازحين مع غياب دور الحكومة والمنظمات الإنسانية. وقفات أمام منازل ضحايا الحشد الشعبي في المدينة القديمة في تعز وسط محاولة لتضييق وقم إخواني. السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. تأكيدا لحرصها على السلام وحفظها لأرواح اليمنيين وممتلكاتهم، القوات المشتركة في الساحل الغربي ترحب بالبيان الصادر عن اجتماع وزراء خارجية الرباعية القاضي بإمهاد الميليشيات الحوثية 18 يوما للانسحاب من مينائي الصليف ورأس عيسى، فيما ميليشيات الحوثي تمضي في خروقاتها ومحاولات تسللها على مواقع القوات المشتركة. تجددت المواجهات الليلية بين قوات المقاومة المشتركة وميليشيات الحوثي شمالي مديرية حيس بمحافظة الحديدة. مصدر في المركز الإعلامي لألوية العمالقة أوضح أن مواجهات مسلحة عنيفة اندلعت بين ألويات العمالقة وعناصر حوثية حاولت التسلل إلى مواقع متفرقة لقوات العمالقة المتمركزة شمال شرق مديرية حيس، واستخدمت في الاشتباكات مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وكذلك القذائف الصاروخية. وأضاف إن مسلحي الميليشيات هاجموا مواقع العمالقة بالأسلحة الرشاشة عيار 23 و14 ونصف وقذائف ب10 وآر بي جي. من جهتها رحبت قيادة القوات المشتركة بالبيان الصادر عن المجموعة الرباعية المؤكد على سرعة تنفيذ اتفاق السويد في الحديدة. وتضمن البيان رسالة حازمة تجاه ضرورة قيام ميليشيات الحوثي بسرعة تنفيذ الاتفاق بدون قيد أو شرط، والذي يقضي بالانسحاب الفوري لميليشيات الحوثي من مينائي الصليف ورأس عيسى خلال مهلة أقصاها 18 يوما. ويأتي اجتماع الرباعية الذي يشمل الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات بعد انهيار اتفاق السويد وتفاقم المعاناة الإنسانية الناتجة عن تلكؤ وتعنت ميليشيات الحوثي. في الضالع قصفت مدفعية اللواء 35 مدرعة تجمعات للحوثيين بنقيل قبوان وسائلة بيت الشرجي بقعطبة، فيما أحبطت قوات المقاومة المشتركة محاولات تسلل حوثية باتجاه النبيجة قرب الفاخر وحصن شداد من جهة الرفقة إلى الشمال من مريس وسقوط العديد من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات بالتزامن مع تقدم ملموس في مديرية الأزارق في الضالع. تحاول الميليشيات الحوثية التسلل إلى مديرية قعطبة بالضالع من عدة اتجاهات، حيث تتصدى القوات الحكومية والمشتركة والمقاومة الشعبية للميليشيات الحوثية في جبهة مريس وبيت الشرقي وشعور وصبيرة وهيار بهدف الوصول إلى مديرية الضالع. نحن الآن في منطقة بيت الشرقي والحوثي أمامنا يحاول التسلل إلى الفاخر، وفي معانا جبهة ثانية في اتجاه حبيل السماعي شعور، وجبهة ثالثة في اتجاه صبيرة، والجبهة الرابعة في اتجاه هجار حبيل العبدي، والحوثي محلق علينا من جميع الاتجاهات يحاول اقتحام حتى يوصل الضالع، فعلى التحالف أن تتحرك وتدعم الجبهات. وشهدت مناطق بيت الشرقي وحمام النبية وحبيل السماعي وما جاورها شمال وغرب منطقة الفاخر بقعطبة اشتباكات عنيفة تكبدت خلالها الميليشيات الحوثية خسائر فادحة، حيث تم تدمير دبابات وعربات وأطقم تتبع الميليشيات وقتل وجرح أعداد منها وأسر عدد آخر من عناصر الميليشيات. احنا اتينا بتعزيزات للجبهات النبيجة وكان حوتا يريدوا أن يتقدموا وكسرناهم إلى الخلف، والآن سنعمل على صدهم. نحن الآن في مفرق بيت الشرقي وهذا المكان يمر إلى الشعور، تمام، ونحافظ نحن على المقاتلين في يعني الجبهات الأمامية.
وفي جبهة مريس تم إحباط محاولة تسلل قامت بها الميليشيات الحوثية باتجاه حصن شداد، بينما حققت القوات المشتركة والمقاومة الشعبية تقدما بمديرية الأزارق، وتمكنت من السيطرة على نقطة باهر بمديرية ماوية بتعز. نقول للحوثة لن تستطيع دخول الضالة، فالضالة عصية عليكم، ونحن الآن سنلحقكم إلى أقر أوكاركم إلى مكان، ولن تدوموا في اليمن، ولن تستطيع أن تدخل الضالة مهما حجدتم مهما كسبتم، لن تستطيع أن تدخل الضالة. توالى زحوفات الحوثيون من عدة اتجاهات بمناطق مديرية قعطبة، لكن أبطال القوات الحكومية والمقاومة الشعبية تتصدى لهم بكل بسالة من عدة اتجاهات، من مفرق عذاب بيت الشرقي محمد الشعيبي لقناة اليمن اليوم الضالع. هذا وتتفاقم معاناة المدنيين والنازحين الذين تركوا منازلهم في الضالع وباتوا في العراء يفتقرون إلى أبسط مقومات الحياة. لا يكاد يمر يوم دون أن يظهر إجرام ميليشيات الحوثي بشكل جلي وواضح في محافظة الضالع، تمثل ذلك في قصفها المستمر والعشوائي بصواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاون على الأحياء السكنية والمناطق الآهلة بالسكان. الضالع واحدة من المحافظات التي تشهد وبشكل مستمر جرائم وانتهاكات من قبل العناصر الحوثية، في ظل تراخ وتهاون من قبل قيادات القوات الحكومية التي بدورها تقف عاجزة أمام الصلف الحوثي الذي يمارس بحق المواطنين في المديريات والقرى بعد عجز ميليشياتها عن إحراز أي تقدم في الجبهات التي تتكبد فيها خسائر بشرية ومادية كبيرة. عمليات القصف العشوائي للميليشيات الحوثية على منازل المواطنين أدى إلى موجة نزوح كبيرة من القرى المستهدفة باتجاه الأودية والشعاب، بحثا عن مكان آمن بعيدا عن قذائف الحوثية التي تتساقط على منازلهم وأسواقهم وتنهي كافة المظاهر الحيوية فيها وتدمر الممتلكات العامة والخاصة في صورة انتقامية من المدنيين الأبرياء على خلفية رفضهم لتواجد العناصر الكهنوتية في مناطقهم ومقتهم للفكر الكهنوتي الدخيل على حياة اليمن واليمنيين. حصار خانق تفرضه ميليشيات الحوثي على مديريات الضالع سعيا منها لإخضاع المحافظة للكهنوت الإمامي الجديد الذي يعمل جاهدا على فرض فكره العنصري البغيض ولو على حساب دماء الأبرياء ودمار ممتلكاتهم التي أصبحت خير شاهد على مرور الحوثي منها، في ظل التعامل الواضح من قبل الجهات الحكومية والمنظمات الدولية التي أصبحت على ما يبدو عمياء البصر والبصيرة. دكت مدفعية القوات الحكومية مواقع وتجمعات ميليشيا الحوثي شمالي الضالع وخلفت خسائر فادحة في صفوفهم، إضافة إلى أسر قياديين اثنين. مصدر عسكري أكد أن القصف تركز على مواقع ميليشيا الحوثي في منطقة يعيس شمالي مريس وجبل قرحة المطل على منطقة العود شمال غرب قعطبة، وأسفر القصف عن سقوط 17 عنصرا وإصابة 15 آخرين من عناصر الميليشيات، 7 منهم قتلوا في منطقة العود. وأضاف المصدر أيضا أن القوات الحكومية والمقاومة تمكنت من أسر قياديين ميدانيين من ميليشيات الحوثي أثناء محاولتهما التسلل إلى أحد المواقع في مريس، ووقع القياديان في الأسر أثناء تنفيذهما عملية استطلاع بعد تسللهم من شعاب منطقة هجار شمالي العود إلى مواقع القوات الحكومية والمقاومة في مريس. في سياق متصل، بلغ إجمالي أسرى ميليشيات الحوثي في جبهات محافظة الضالع خلال الأسبوع الفائت نحو 300 أسير بينهم قيادات ميدانية. مصدر عسكري أكد أن القوات الحكومية والمقاومة تمكنت من أسر نحو 300 عنصر خلال المعارك التي خاضتها الأسبوع الماضي في مريس والعود والحشا شمالي وغرب الضالع، بينهم قيادات بارزة وعدد من الأطفال الذين تزج بهم الميليشيات في جبهات القتال بعد عمليات استقطاب واسعة تنفذها في المدارس والحارات وفي المناطق الواقعة تحت سيطرتها عبر ما يسمى بالمشرفين التابعين لها وعقال الحارات ومديري المدارس الموالين لها. شنت ميليشيات الحوثي حملة خطافات واسعة في المناطق التي تسيطر عليها بمديرية الحشا في الضالع، غالبيتهم أطفال. مصادر محلية أكدت أن الميليشيات اختطفت السبت 9 أطفال في الحشا شرقي الضالع
واقتلتهم إلى جهة مجهولة ضمن حملة واسعة تنفذها في مناطق المديرية. المصادر قالت إن عناصر حوثية اختطفت الأطفال من قرى النجد والمحرم والمجرد وسردود من عزلة الأحذوف. المصادر أيضا أكدت اختطاف الحوثيين لكل من علي محمد الحذيفي 14 عاما في قرية النجد، وعز الدين عبد الوهاب الحذيفي 10 سنوات قرية النجد، ومالك علي عبد الحذيفي 14 عاما قرية المجرد، وجبران صادق الحذيفي 16 عاما قرية المحرم، ومراد سعيد العبادي 17 عاما قرية المحرم، وأحمد عبادي قرية النجد، وعبد صالح الحذيفي 15 سنة، وعبد علي الحذيفي طالب في جامعة إب قرية المجرد، وأحمد لطف النجار قرية سردود. كما اقتحمت الميليشيات منزل المواطن صادق أحمد الحذيفي ونهبت كل محتوياته بعد اختطاف ولده، واقتحمت ونهبت بيت الشيخ محمد أحمد عبد الحذيفي البشيري، ونهبت شاحنات نقل المياه ودراجات نارية يملكها مواطنون في قريتي النجد والمحرم، بالإضافة إلى اقتحام ونهب منزل إمام وخطيب جامع الدخلة عبد محمد الحذوري. ومعي عبر الهاتف الصحفي علي عميران. علي، مرحبا بك، وهلا، حدثنا عن جديد ما يجري في جبهة الضالع. مرحبا، أهلا وسهلا. مرحبا. الجديد في محافظة الضالع، تجدد الاشتباكات في عدة جبهات بين حين وآخر، وتبادل القصف المدفعي بين قوات الجيش الوطني والمقاومة وبين ميليشيات الحوثي، حيث استهدفت مدفعية الجيش الوطني والمقاومة مواقع الميليشيات في منطقة يعيش وجبل قرحة المطل على منطقة العود شمالي غرب مديرية قعطبة. وقد أسفر القصف حسب مصدر عسكري عن مقتل عدد من عناصر الميليشيات وجرح آخرين بينهم قياديين ميدانيين. كذلك تجددت الاشتباكات في جبهة هجار في منطقة هجار باب غلق، وجبهة بيت الشرقي عذاب، وكذلك في المحور الغربي لجبهة مريش. نعم، شكرا جزيلا لك علي عميران، صحفي وإعلامي، حدثنا عن جديد جبهة الضالع وكنت معي عبر الهاتف، شكرا لك. في البيضاء، قتلت ميليشيات الحوثي وجرحت أسرة كاملة معظمهم نساء وأطفال اليوم بقصف لقرى آهلة بالسكان في مديرية الزاهر. مصادر محلية أكدت أن طفلا لم يتجاوز الثالثة من عمره استشهد وأصيب 4 من أفراد أسرته جراء استهداف منزلهم بقذيفة دبابة تابعة لميليشيات الحوثي في منطقة الحبج بمديرية الزاهر. وفي تعز، قتلت الميليشيات الحوثية 6 مدنيين جميعهم نساء وأطفال من عائلة واحدة في مجزرة ارتكبتها غربي المدينة. مصدر طبي في مستشفى النشمة أكد أن ميليشيات الحوثي أطلقت صاروخا من نوع كاتيوشا على قرية مشرفة التابعة لمديرية الكدحة التابعة أيضا لمديرية المعافر، وأسفر القصف عن استشهاد أم وخمسة من أطفالها. وتقع القرية التي استهدفها القصف على حدود الكدحة مع وادي بن خولان بمديرية جبل حبشي. نفذ أهالي مدينة تعز القديمة وقفة احتجاجية أمام منازل الشهداء الذين قتلتهم ميليشيات الحشد الإخوانية رغم التضييق المتعمد على تلك الوقفات، للتنديد بما تعرضوا له من جرائم وانتهاكات وحشية من قبل ميليشيات الحشد الشعبي. تجمع أهالي مدينة تعز القديمة حاملين اللافتات التي تطالب بالتحقيق
في جرائم الحشد الإخواني بحق أبناء المدينة القديمة. وفي صبيحة اليوم الأول بعد خروج أهالي المدينة المنتمين لكتائب أبو العباس، انتشرت أطقم الشرطة الموالية للإخوان في المدينة القديمة بشكل كثيف في محاولة لمنع المواطنين من التجمع السلمي للتعبير عن آرائهم والمطالبة بالتعويض جراء انتهاكات ميليشيات الحشد. انتشار مسلحي الإخوان لم يرعب المواطنين من التعبير عن مطالبهم العادلة وتجمعهم السلمي في شوارع فرعية وصولا إلى منطقة تجمع التظاهرة في إصرار وإرادة لا تلين تؤكد رفض المجتمع المحلي لميليشيات الحشد وتعاملها العنصري والغطاء السياسي الذي تحظى به وتستقوي على أبناء المدينة وتفرض رغباتها بالقوة. ونفذ المتظاهرون وقفة أمام منازل الشهداء والجرحى الذين قتلتهم ميليشيات الحشد الإخواني بالرغم من محاولة الإخوان منعهم من الوصول إليها. هذه مدرسة الفقيد النعمان ضمن عدة مدارس ومساجد لجأت إليها مئات الأسر هربا من القصف العشوائي للمدينة القديمة خلال الأيام الماضية وانتشار الفوضى وانعدام الأمن والسكينة. طبعا احنا اضطرنا ان احنا نفلت البيوت وان شاء الله الأطفال معانا لأن الدنيا والله العظيم اتبهذل زيادة داخلت المدينة القديمة، لا أمن لا إيمان لا سلام لا عاد في حتى من، والله ان احنا ثلاث أيام محاصرين ما في قليلة من نشرب داخل بيوتنا. عبث ميليشيات الحشد الإخواني وعمليات القنص التي استهدفت المدنيين وراح ظهيتها العشرات في ممارسات إجرامية بحق المدنيين أدى إلى تهجير عشرات الأسر من منازلها إلى المدارس. الإصلاح إيش يخرجون موتنا؟ نزحنا من سبب القذائف والرصاص والبوازيك. أوقات عصيبة وحرجة، لا شك أن أزيز الرصاص سيظل راسخا لأجيال في أذهان أطفال حرمتهم الميليشيات الإخوانية من حقهم في العيش بأمان في منازلهم وجعلتهم مشردين يفتقدون للمأوى نزولا عند نهم ورغبة ميليشيات الحشد التي يبدو أنها لا تنتهي عند حد. هذا وقد أبدت كتائب أبي العباس موافقتها على الخروج من المدينة القديمة حقنا لدماء الأبرياء ودرءا للفتنة. تابع. المدينة القديمة في تعز لا تجد فيها شجرا ولا حجر ناهيك عن البشر إلا ومسه الضرر بسبب ميليشيات الحشد الشعبية التابعة لحزب الإصلاح التي ارتكبت الجرائم بحق أبنائها والتي لا تقل فظاعتها عن جرائم ميليشيات الحوثي التي لا تزال تحاصر مدينة تعز. عشرة أيام عاشتها المدينة القديمة تحت نيران الميليشيات الأخوانية التي أعلنت الحرب عليها بزعم ملاحقات أمنية فارتكبت من الجرائم المروعة بحق المواطنين وخلفت مآس وأضرار بليغة طالت كل مناحي الحياة. الميليشيات الأخوانية وسعت هذه المرة من حربها الظالمة على سكان أحياء المدينة القديمة والأحياء الجنوبية لمدينة تعز والتي بلغت ذروتها في اليومين الماضيين بعملية الاجتياح واستهداف المناطق والأحياء السكنية بالسلاح الثقيل والمتوسط. كتائب أبو العباس وحقنا لدماء المواطنين وتجنيب المدينة المزيد من الدمار أعلنت مغادرة المدينة وبدأت فعليا بالانسحاب منها، لكن ميليشيات الحشد الشعبي استغلت خروج كتائب أبي العباس فقامت باقتحام منازل المواطنين تحت ذريعة البحث عن أسلحة. خروج كتائب أبي العباس من المدينة القديمة طرح أسئلة عديدة أبرزها متى ستنعم هذه المدينة بالأمن والاستقرار؟ ولماذا لا يتم إخراج ميليشيات الحشد الشعبي من مدينة تعز؟ وما مبررات وجودها في مدينة تعز التي لا تزال تحاصرها الميليشيات الحوثية؟ أليس من الأجدر التوجه إلى الجبهات لتخليص تعز من الميليشيات التي لا تزال تصب حمم حقدها على المدينة منذ أكثر من 4 سنوات؟ معنا عبر الهاتف محمد المقرمي رئيس مركز سكوب للدراسات. أستاذ محمد مرحبا بك. يعني وقفات احتجاجية تنفذ أمام منازل الشهداء والجرحى، هل من يعني مثل هكذا وقفة يمكن أن تؤتي أكلها برأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة ينبغي يعني الحكم على ما جرى في تعز النظر بنظرة عامة أولا
عن ما قرا هي كانت اختلافات بين فصائل كلها تتبع الجيش الوطني، تحدث كثيرا على مسميات ميليشيات، سواء كانت من يسمون ميليشيات ابو العباس او يسمون كتاب ابو العباس الميليشيات او من يسمون الجيش الوطني بالميليشيات. كل هذه مصطلحات يفترض ان ننأى بها في الاعلام. ما قرا هي اختلاف بين رفقاء السلاح، بين الاخوه الذين وقفوا جميعا ضد ميليشيات الحوثي. الميليشيات هي فقط ما ينبغي ان تطلق عليها هي ميليشيات الحوثي. كان يفترض على المختلفين ان يراعوا المدنيين في مختلف المديريات. هؤلاء المدنيين تجرعوا الويلات خلال 4 سنوات من ميليشيات الحوثي. الصراعات التي تمت في المدينه والاستهداف الممنهج من ميليشيات الحوثي للمدينه والمدنيين انهك الحرث والنسل ودمر البنيه التحتيه ودمر كل شيء جميل. يفترض كان على الكتائب التابعه للجيش الوطني بمسمياتها المختلفه ان تحفظ ماء الوجه وان تترفع عن هذه الخلافات وان تنهي خلافاتها السياسيه على الطاوله وليس في الميدان الذي ذهب ضحيته العديد من المدنيين. من حق المدنيين ان يطالبوا بخروج الجميع من المدينه، بخروج جميع المسلحين من المدينه. يفترض ان لا يبقى في المدينه الا من كان في الامن الداخلي. يفترض ان لا يبقى المسلحين مسلحون، يفترض ان يكون موقعهم في الجبهات وليس في الداخل. نعم. لذلك من حق المدنيين ان ينعموا بالسلام. 4 سنوات وهم يرتاحون تحت وطأة الظلم وأجهزة الرصاص. يفترض اليوم ان يتم خروج الجميع من المدينه وان تحفظ المدينه فقط بالامن الداخلي، وان لا يكون هناك حمله للسلاح سواء من اي لواء كان، سواء من اللواء 22 ميكا او من اللواء 35 او من اي لواء. يفترض على هذه الالويه ان تتجه الى الجبهات وان لا تبقى في المدينه. هذا ما يفترض استاذ محمد، لكن انا اتحدث عما يحدث الان على أرض الواقع. انسحاب كتائب العباس هل من شأنه أن يحدث تطورا إيجابيا لهذا الصلح الذي أشرت إليه في معرض حديثك؟ أنا أحيي كل كتائب العباس بخروجهم حفظا للأمن وحفظا لدماء المدنيين أيضا. لا يوجد لا منتصر ولا منهزم في هذه الحرب. أخوة هي خلافات يفترض أن تحل في البيت الداخلي، ويفترض أن لا تخرج وأن لا يتعاطى الإعلام معها بهذه السلبية. يفترض أن نكون أن ينأل المثقفون والمفكرون جميعا وأن يبحثوا عن طرق الحلول لتقريب وجهات النظر وأيضا لإيجاد الصلح إن كان هناك ثمة بوادر وثمة مصلحة لمحافظة تعز التي لا تزال التي هي بحاجة للجميع، بحاجة إلى قطرة الدم اليوم التي تسقط في العبث. والجميع مسؤولون عنها سواء كانوا في كل الألوية المنضوية تحت الجيش الوطني بمختلف مسمياتهم، سواء كان في اللواء 35 مدرع مثل العباس أو سواء كان في اللواء 22 بيكا أو سواء اللجنة الأمنية أو الجميع. يفترض أن عندما يكون هناك مطلوبين عن هناك جهات رسمية يفترض أن يتم إجراءات قانونية بطلبها عن طريق النيابة وعن طريق السلطة. الحكومة الشرعية تقوم بإجراءات قانونية لمتابعة أي مطلوب كان في أي محافظة. نعم. ما أننا نرى أن اليوم أن كل المسلحين التابعين للجيش الوطني تعز بحاجة للجميع، وهم أبناء تعز. ويفترض أن تكون هذه الخلافات التي دفع ثمنها بالأخير المدنيون لا علاقة لهم بالحرب، يكفيهم ما حل بهم الحوثيين. يفترض أن يترفع الجميع عن السلاح وأن لا يتم المواجهة بهذه الطريقة العشوائية وهذا العبث الذي ذهب ضحيته من المدنيين كثيرا. رأينا اليوم كثير من الأسر تعين وتشتكي من الجميع، كون الجميع سيكون خاسرا كما أشرت أستاذ محمد. لضيق الوقت أشكرك جزيل الشكر محمد المقرمي رئيس مركز سكوب للدراسات، كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. حذرت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي من ازدياد الأزمة الإنسانية في اليمن سوءا، ووصفتها بالأزمة الإنسانية البالغة الصعوبة. وأكدت غراندي أنه تم تقديم 140 مليون دولار أمريكي لبرنامج الأغذية العالمي و40 مليون دولار أمريكي لليونيسف و20 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية. وأوضحت أنه سيتم استخدام هذا التمويل المقدم لليونيسف ومنظمة الصحة العالمية لمكافحة وباء الكوليرا وتحسين التغذية في اليمن. إلى ذلك، كشفت وثيقة للأمم المتحدة عن تسلم 8 موظفين عاملين في إحدى منظماتها باليمن نحو 50 مليون دولار راتبا لمدة أقل من عام واحد. في الوقت الذي يتضور فيه ملايين اليمنيين جوعا، كانت تلك الأموال كفيلة بسد حاجاتهم من الغذاء.
وتفيد الوثيقة بأن برنامج الأغذية العالمي خصص 25 مليار ريال يمني راتبا لأحد عشر شهرا لثمانية من موظفيه، ما يكشف حجم العبث وسوء إدارة وتبديد المنظمات الأممية العاملة في اليمن للأموال المقدمة من المانحين. مراقبون أكدوا أن هذا العبث الأممي يأتي في الوقت الذي حذرت فيه الأمم المتحدة من مجاعة وشيكة في اليمن، وإعلانها حوالي 16 مليون يمني يواجهون انعدام أمن غذائي شديد وحاد، وأكثر من مليون شخص في وضع الأزمة أو ما هو أسوأ منها. النشرة مستمرة وفيها أيضا: في إطار تطبيع الحياة بالساحل الغربي توزيع أكثر من 6000 سلة غذائية في حيس. المؤسسة العسكرية هي الذي تشكل النموذج للوحدة الوطنية. المؤسسة العسكرية ليست قبيلة ولا منطقة. المؤسسة العسكرية فيها كل أبناء الوطن، وهي ملك لكل أبناء الوطن، ليست حكرا على فئة أو قبيلة أو عشيرة. يجب أن نحارب المناطقية والكروية والفئوية بكل ما نستطيع، بكل ما لدينا من قوة. الروائح النتنة يجب أن تحاربوها في صفوف المؤسسة العسكرية لأنها هي النموذج. الناس ينتموا إلى المؤسسة العسكرية لأنها مؤسسة الشرف والشجاعة والفضولة والكرامة. أكرر مرة ثانية، محاربة كل النعرات أيا كان شكلها. أودى حادث سير بأحد عشر شخصاً بينهم نساء وأطفال أثناء عودتهم من حضور حفل تخرج اثنين من طلاب أسرة آل خمج في جامعة حجة. مصادر محلية ذكرت أن سيارة هيلوكس كانت تقل عدداً من النساء والأطفال حضروا حفل تخرج الطالبين زكريا ويحيى خمج، وأن السيارة تدحرجت من عقبة حجة طريق الأمان وسقطت أسفل العقبة. المصادر أضافت أنه بلغ عدد الوفيات جراء الحادث 11 شخصا من دون الجرحى. قامت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بتوزيع 6000 سلة غذائية في مديرية حيس، ليصل بذلك عدد المستفيدين من المواد الإغاثية في الساحل الغربي إلى أكثر من 130 ألف مواطن. نتابع. ستة آلاف سلة غذائية متكاملة لأهالي مديرية حيس في محافظة الحديدة بدعم من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تلبية لاحتياجات المواطنين الأساسية ومساعدتهم في تجاوز تداعيات الحرب التي تفرضها عليهم ميليشيات الحوثي. نشكر هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لما تقوم به في مساعدة أبناء مديرية حيس، هذه المديرية المنكوبة التي تعاني ويلات الحرب والقصف العشوائي بشكل مستمر أكثر من سنة، والآن الهلال الأحمر وبشكل مستمر يغيث هذه المديرية بسلال غذائية لأكثر من دورات، فنشكره على تقديم هذه المساعدات. ممثل الهلال في الساحل الغربي أكد بأن إغاثة سكان مديرية حيس جاءت استجابة لاحتياجاتهم العاجلة للمواد الغذائية، وفي إطار جهود الإمارات لدعم المواطنين اليمنيين في مختلف مدن وقرى الساحل الغربي ورفع المعاناة عن كاهلهم وتحسين مستوى معيشتهم حتى يتجاوزون الظروف الصعبة التي يعيشونها وتستكمل عملية تطبيع الأوضاع في قراهم ومناطقهم. الهلال الأحمر الإماراتي نحييه ونهيئ استقباله يعني وبذله وعطاؤه لهذه العالم الذي هي الآن أمام المصور يعني تستقيل
فإنهم مستحقين. مواطنون مستفيدون عبروا عن شكرهم لدولة الإمارات على تلبيتها احتياجاتهم من المواد الغذائية في الوقت الذي كانوا فيه بأشد الحاجة لها، والتي لعبت دورا كبيرا في تخفيف أعباء الحياة المعيشية اليومية الصعبة، وشملت كافة القرى والمناطق المحررة بمديرية حيس والقرى التي تم تحريرها بالمديرية مؤخرا. اليوم تم توزيع صرف الهلال الأحمر الإماراتي في مديرية حيس، ونشكر الهلال الأحمر بدعم من الهلال الأحمر الإمارات العربية تمام بتقديم المساعدات. مؤكدين بأن وصول فريق الهلال إلى المناطق المحررة بمديرية حيس يعكس الحرص على تلمس وتوفير احتياجات ومتطلبات المواطنين في المديرية. رغم الإمارات الخير لنعرضنا المساعدات الإنسانية. هذا وقد بلغ عدد السلال الغذائية التي وزعتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على أهالي الساحل الغربي منذ بداية العام الجاري 2019 حتى منتصف شهر إبريل الحالي أكثر من 34 ألف سلة، استفاد منها حوالي 136 ألف نسمة. الزميلة أمين العتيبة يصحبنا في هذه الجولة السريعة والملف الاقتصادي. جولة اقتصادية جديدة وتتركز على الشأن المحلي، حيث أعلن قضاء العمليات المصرفية الخارجية في البنك المركزي اليمني أنه تم مصارفة 20 مليار ريال بسعر 133 للمشتقات النفطية وفقا للآلية والسعر المخصص لذلك. وتخص المصارفة عملاء لثلاثة بنوك تجارية تم تغطية أرصدتها لدى مراسلها بقيمة المصارفة. وأكد مصدر بالبنك المركزي استمراره في المصارفة لمستوردي المشتقات النفطية وفقا للآلية المعمولة لضمان استمرار وصول المشتقات وبأسعار مستقرة بما يضمن استقرار أسعار الصرف وإعادة الدورة النقدية للبنوك. يأتي هذا في وقت يشهد فيه الريال اليمني تراجعا أمام العملة الأجنبية ليتراوح سعر صرفه مقابل الدولار خلال عمليتين الشراء والبيع ما بين 525 و536 ريال، فيما تجاوز الريال السعودي حاجز 140 ريال. قدر البنك الدولي نسبة حجم تداول النقد خارج البنوك بأكثر من 100% منذ العام 2014 ليرتفع من 811 مليار ريال إلى نحو 1.5 تريليون ريال خلال العام الماضي. وبلغت نسبة الدين العام في اليمن من الناتج المحلي الإجمالي 94% في عام 2018، منها 38% حجم الدين المحلي جراء تمويل العجز المالي عبر السحب على المكشوف من البنك المركزي. وتوقع البنك الدولي ارتفاع الدين العام الخارجي إلى حوالي 60% من الناتج المحلي الإجمالي نتيجة للديون الجديدة التي أخذها البنك المركزي منذ 2015 بما في ذلك السلع والخدمات والرواتب غير المدفوعة والديون المتأخرة. وضع محافظ حضرموت فرج البحسني حجر الأساس لمشروع بناء خزانين استراتيجيين للمشتقات النفطية بمنشأة الشركة بمنطقة خلف بمدينة المكلا، كما وضع حجر أساس آخر لمشروع تطوير الأنبوب البحري وإنشاء المرسى العائم البوية بمنطقة خلف بتمويل من شركة النفط اليمنية فرع ساحل حضرموت. ويتسع الخزانان لثلاثة 23,000 طن من الوقود، وسيشكلان إضافة لعملية الخزن المشتقات النفطية واستقرارها بما يمكنهما استقبال أكثر من 30,000 طن من المشتقات النفطية. أعلن مكتب الصناعة بمحافظة حضرموت عن تسجيل 168 شركة في خدمة العقار من مقاولات بناء ومئات الأسماء في سوق البناء خلال العامين 2017-2018 برأس مال 20 مليون دولار. وتعكس الأرقام حركة عمران كبيرة تشهدها المكلا، ومن أسبابها الاستقرار الأمني وعودة الأغلبية من المغتربين إليها. وكشف تقرير اقتصادي انتعاش العمران في مدينة المكلا مما وفر فرص عمل كبيرة لأبنائها والنازحين إليها. وأخيرا كشفت إحدى شركات مقاولات الكهرباء الغازية في محافظة مارب عن عراقيل متعمدة لإيقاف المشروع من جهات لم تسمها. وقال مصدر محلي إن محطة مارب الغازية جاهزة للتشغيل منذ 5 أشهر، ولكن شركات بيع الطاقة تعرقل تدشينها لتظل المصدر الوحيد للطاقة الكهربائية بمساعدة من وصفهم بالفاسدين والمتنفذين الذين يحصلون منها على مبالغ طائلة. وتتحصل شركات بيع الطاقة على مليوني دولار شهريا من السلطة المحلية نظيرة الطاقة المشترى بمحافظة مارب. ختام النشرة تذكير بأبرز ما جاء فيها.
خروقات حوثية متواصلة في الحديدة والمقاومة المشتركة ترحب ببيان الرباعية المتعلق بتنفيذ اتفاق السويد. إفشال محاولات تسلل حوثية عدة في الضالع وتفاقم أوضاع النازحين مع غياب تام لدور الحكومة والمنظمات الإنسانية. ووقفات أمام منازل ضحايا الحشد الشعبي في المدينة القديمة في تعز وسط محاولة تضييق وقمع إخوانية. أشكركم على المتابعة والسلام عليكم.